السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو. معكم شريف من قناتكم الفهد تيتوريال. لو أنت أول مرة بتشوفنا على اليوتيوب، أهلا وسهلا بيك معنا في أسرة الفهد تيتوريال. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أوديو لينس من شركة أيزوتوب. أوديو لينس هو بلاج عن طريقه بتقدر تعمل ريفرنس تراك. البلاج ده كل اللي بيعمله إن هو بيعمل كابتشر للتراك اللي أنت هتعمله كريفرنس، بيعمل كابتشر للاليو اف اس، بيعمل كابتشر للاي كيو، بيعمل كابتشر لكل حاجه داخل الاوديو. تعالوا نشوف طريقه استخدام البلاج ده ازاي. اولا البلاج ده بيعمل كابتشر لاي صوت داخل الكمبيوتر. عايز تعمل ريفرنس من خلال الكمبيوتر بتاعك على الهارد بتاعك، عايز تعمل ريفرنس من سبوتيفاي، عايز تعمل ريفرنس من يوتيوب، عايز تعمل ريفرنس من اي مكان هيقدر ان هو يشتغل معاك. احب اقول كمان ان اوديو لينس ما بيتحطش كانسيرت، ما بيتحطش كبلاج داخل الداو، هو بلاج على الديسكتوب على الكمبيوتر بتاعك، لان هو بيعمل كابتشر لاي صوت على الكمبيوتر. زي ما قلنا انا دلوقتي هاخد ريفرنس من على سبوتيفاي، كل اللي انا هعمله ان انا هشغل التراك بتاعي. طبعا انا مش هقدر اعمل صوت للتراك عشان حقوق الطبع والنشر، وهقول له كابتشر. هستنى مش اقل من 8 ثواني لغاية ما يبتدي هو يفصص ويحلل التراك ويبتدي ياخد منه اللي هو عايز يسمعه. حاجة هنا وهسمي راب انسترومنت. هاجي بعد كده اروح رايح على التراك اللي عندي، وهاجي اروح فاتح الاذون كاستوم اسيستنت. هنا موجود قدامي All Targets، اروح رايح للكاستم، هلاقي الراب انسترومنتال اللي انا سجلتها عن طريق الاوديو لينس ظهرت لي هنا في الاذون. سواء حضرتك هتستخدم اذون او هتستخدم نيترون، هتبص تلاقي اي كابتشر انت خدته بيظهر لك في البلوج، ودي من الميزات الحلوة فيه. اقول له ستارت اسيستنت بناء على الاختيار اللي انا اخترته او الريفرنس بتاعي اللي انا اخترته. ستارت. الكيرف اللي انا اخدته بنسبة 95% من التراك اللي اخدته من سبوتيفاي اللي هو الريفرنس بتاعي. لو عجبتكم الحلقة ما تبخلوش على لايك وشير الفيديو مع اكبر عدد من صحابكم عشان الفايدة تعم علينا جميعا. بالختام، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.